بسم الله الرحمن الرحيم. أناشد إلى أصحاب القرار، إلى السيد وزير الداخلية، إلى السيد الوكيل المحترم، إلى السيد اللواء حسن الغانمي المحترم، أعرف ما ينظلم عندكم أحد. سيدي، بتاريخ 28/11 ضمن قاطعنا الفوج الخامس السرية الثالثة، سمعنا إطلاق نار بالحادث بالقاطع مالتنا. إطلاق النار توجهنا لدوريتين وبأمر رسمي، شرح مركزي موجود، تقرير خاص موجود. توجهنا لمحل اطلاق النار، لقينا زفه عرس بقريه تابعه لاتماي منطقه الدجاج. من وصلنا للقريه وشفنا حفله الزفاف، ترجينا من العجلات، حاولنا نمنحهم من اطلاق النار. تقريبا ما يقارب اعدادهم 600 شخص 700 شخص، كلهم مسلحين باسلحه خفيفه ومتوسطه. اول ما ترجينا حاولنا نمنحهم، ضربونا، سبونا، غلطوا علينا، هجموا علينا، فلشوا الدوريات العسكريه، عندي صور وادله، هجموا علينا بالسلاح. تلازمنا وياهم بالايدي، تلازمنا وياهم، بعد ما تلازمنا وياهم ضربونا. من ضربونا اتصلنا بامر الفوج، امر الفوج توجهنا وهو قوه الفصيل. اول ما وصل امر الفوج وهو قوه الفصيل هم تهجموا علينا وضربونا. اصابوا عندنا منتسبين، حالتهم تعبانه، منتسب عنده كسر بفكه، سنونه واقعه، واحد كسر بضلعه، واحد اصابعه مكسره، تقارير طبيه موجوده. بعد ما اعتقلنا 7 اشخاص من عندهم، توجهنا بيهم للمركز، سلمناهم اجراءات اصوليه. قمنا دعوه بحقهم، وقفهم القاضي، صدر القاضي اوامر قبض، قبض وتحري بحق الهاربين. بعد الاستفسار والاستعلام للموقوفين عن اسماء الباقين شاركوا بالمشاجره. بعد تفاجئنا بتهديدهم انه من قبل شخص بكربله يدعي بالشؤون ومن قبل لواء بالوزاره. ما سكتنا احنا، وصلناها للناس المعنيين اصحاب القرار. اتصل بنا شخص من عندهم، تسجيل موجود. هددنا ابنقلنا خارج الفوج اذا ما نتنازل عن الدعوه. وجماعه الصلاح نفذوا، نقلوا امر الفوج. نقلوا امر الفوج خارج القاطع. ورا ما نقلوا امر الفوج، اجى امر فوج جديد العمية الظاهر. اول يوم نزل به الفوج توجه هو والعميد حسن للجماعه بيت جوهر اللي هم الهاربين اللي عليهم اوامر قبض وتحري. تفاجئنا بحضور عميد ظافر وعميد حسن وجبة غداء ببيت جوهر اللي هم عليهم أوامر القبض. ورا ما كملوا الغداء، طلعوا صدر أوامر أمر بنقل المنتسبين المضروبين ونقل أمر السرية. صراحة ضجنا، اختاضينا، يعني قلنا هم بواجبنا وهم عسكر وهم دوريات وهم ناس خارجة عن القانون، وامر فوج يساندهم هو مدير الافواج واقفه هاي. فاتصلنا بمفارز الشؤون ووصلنا لهم الخبر، والجماعه ما قصروا، مدير الافواج العميد محمد بلاد او العميد ابراهيم شنشول ما قصروا الجماعه. بعد ما قاموا بتهديدنا عده مرات ما استجبنا لهم، احنا ما خضعنا لهم، لان احنا ناس عسكر وواجبنا، وقلنا لهم تنازل ما عندنا، اي تنازل ما عندنا، احنا اجراء اصولي وقانون نريدها بالقانون، لا تحاولون ويانا لا بالعشائر ولا بالعلاقات. بعد ما عزوا توسطوا وقاموا بنقلنا خارج الفوج بامر العميد حسن والعميد ظافر. سيدي وكيل الوزاره حسين العوادي، سيدي وزير الداخليه، سيدي اللواء حسن، إذا تقبل ولدك بالواجب وينظلمون من قبل ناس خارجة عن القانون ضباط مساندتهم، فسيدي أنتم أصحاب القرار، احنا انظلمنا ونقلنا خارج الفوج. واليوم صدر أمر نقل بحقنا من قبل العميد ظاهر والعميد حسن. يعني احنا عجزنا. عجزنا يعني مو شلون ما كان عجزنا. فسيدي احنا ولدكم. واحنا من طلعنا ما طلعنا بطلانين، طلعنا بواجب رسمي، والواجب الرسمي دوريات رسمية عسكرية
العلم العراقي شقق، بدلاتنا شققت، سبونا، هانونا، سبوا عرضنا، كل هذا، وقلنا فداء للوطن. بس سيدي مع الضباط الساند عشيرة التمين من أجل مصالحهم ومبادئهم وينقلونا، واقفة يا سيدي، عنده أدلة تثبت. وأنا ما طبعاً أنا أمر الفوج العميد ظافر نادى بينا وصحبنا للفوج وطلب من عندنا المرابات بيننا وبين الطرف التمائمة، وإحنا رفضنا هذا الشيء، وبعد محاولات عدة رفضنا هذا الشيء. ضبط علينا، قام يضبط، قام يضبط علينا، حاول كل صورة دفع علينا عالم، لزمنا ناس، بس إحنا راضين، قلنا هذا الموضوع يهمس هذه هيبة الدولة ويهب سمعة وزارة الداخلية، فالموضوع صعب. عندي شكر وتقدير من القائد، الوكالة نشرة الخبر، تقارير طبية موجودة، أوامر قبض وتحري موجودة. الناس اللي عليهم أوامر قبض وتحري جاي يدخلون المقر الفوج أو غرفة أمر الفوج، وأمر الفوج عنده علم بهم بأن دولة عليهم أوامر قبض وتحري وما جاي يتخذ أي إجراء بحقهم. واليوم نتفاجئ بنقلنا خارج الفوج على بناء طلب من؟ طلب التمائمة، لأن أصحاب علاقات ونفوذ وواسطين. فسيدي يا وزير الداخلية، يا وكيل الوزارة، يا سيدي لواء حسن مدير شؤون العراق، أريد الإنصاف بهذا الموضوع، الإنصاف بهذا الموضوع. الموضوع ما يمسني لي، يمس البدلة العسكرية والهيبة العسكرية وسمعة الدولة وسمعة وزير الداخلية. فسيدي أريد الإنصاف بهذا الموضوع، عندي أدلة تثبت أوامر القبض والتحري والدعوة قائمة لحد الآن بمركز شرطة شعب التميمي، عجلات مضروبة تابعة للدولة لحد الآن من 28/11 لهذا اليوم، ماكو أي إجراء من قبل عامر الفوج خصوص العجلات. هذا المنسوب ضياء، هاي حاطة يا وزير الداخلية سيدي، يا وكيل الوزارة، هذا ضياء. هذا أمر قبض وتحري بخصوص المتهمين اللي يترددون يم العميد ظافر داخل مقر الفوج وما يتخذ أي إجراء بحقهم. هذا أمر قبض وتحري وجاي يدخلون ويساومون على دمائنا، وإحنا بالواجب الرسمي هذا السجل المركزي دخول الدورية وخروجها بواجب رسمي، هذا السجل المركزي. شكرا للتقرير. هذا التقرير الخاص بالحالة بيومها، يوم المشاجرة سيدي وزير الداخلية. شكرا للتقدير من السيد قائد شرطة بغداد اللي ما ينظلم يمه أحد. هذا شكرا للتقدير من السيد قائد شرطة بغداد بيوم الحادث. شكرا للتقدير من سيادة قائد شرطة بغداد اللواء ماجد اللي ما ينظلم يما احد ان شاء الله. هذا منشور وكالة شؤون الشرطة خصوص الواجب الرسمي، وعلى ضوء حصلنا شكر وتقدير من السيد القائد. التسجيل الصوتي ما هددوك به موجود؟ سيدي وزير الداخلية، سيدي قاسم بغداد، سيدي الوكيل، سيدي اللواء حسن، اسمع التسجيل، أريد انصافكم، أنتم أصحاب القرار، أريد انصافكم بس، إذا احنا غلطانين بواجبنا الرسمي، وبدلتنا العسكرية،
بالزي العسكري بالدورية التابعة للدولة التابعة لوزارة الداخلية التابعة لهيبة الدولة ننهان وننضرب وننسب ويعرضنا يسبونا تالي ما تالي ضباط تقعد وين الناس المطلوبة عليها أمر قبض التحري سيدي وزير الداخلية سيدي وكيل الوزير سيدي اللواء حسن سمعت التسجيل وسمعت الحكي الدار بيناتنا سمعت المهزلة بين قوسين عفوا عن هاي الكلمة
هاي مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة إلى أصحاب القرار. تنصبونا بهذا الموضوع، تنصبونا بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع ما يهمني إلي يعني. أنا رجال هسه باكر وين ما أروح أنا عسكر، وين ما داوم عادي ما عندي إشكال، بس زحمة هاي هيبة وسمعة للدولة ما الناس خارجة عن القانون تتصرف هيجي، وللأسف ضباط ساندهم بهذا الشيء، فهذا الشيء واقف سيدي. بعد هاي رسالتي وصلتها، وانت مصحاب القرار وانت امرون بي انا حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.